صعب معاه من القلب يتمكن مع الإيمان بالله المستحيل ممكن اليأس صعب معاه من القلب يتمكن هو كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة صبره دعا ربه ربه استجاب ما ضعفش يعقوب من حزنه ما يقسش من رحمة ربه دعاه استجاب زكريا كان أمله في ربه لما دعاه دعا من قلبه وربه استجاب هو كتاب الله نجاه أسلوب حياة ولله المثل جوا كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل قريب مجيب معين يا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. التفاخر بما أعطى الله عبده من نعم على الآخرين والسخرية منهم هو من الأمور البغيضة عند الله عز وجل، لذا
ضرب الله لنا الأمثال في كتابه العزيز كي نتدبر ونتعظ. نعم نعم، سآتي حالا إن شاء الله. ما بك يا صالح؟ سمعتك تقول ستأتي وأنت تتحدث في الهاتف، فإلى أين أنت ذاهب الآن؟ وهذا هو يوم عطلتك الأسبوعي. لقد كان اتصالا من مدرسة نادر. نادر؟ ابننا؟ هل أصابه مكروه؟ أخبرني يا صالح، ما الذي حدث له؟ لا يا هند، لم يصبه شيء. يقولون بأنه تشاجر مع أحد زملائه بعد أن تنمر عليه. تنمر عليه؟ ولماذا يتنمر أحد زملائه عليه؟ بل العكس ما حدث يا هند، فلقد قام ابننا بالتنمر على زميل له. ابني أنا؟ ابني أنا يفعل هذا؟ نادر يتنمر على زميل له؟ ليس هذا طبعه، أكاد لا أصدق. وأنا أيضا، ولكني سأذهب الآن وأعرف ما الذي حدث بالضبط، فربما كان هناك خطأ ما أو أنني أسأت الفهم. هذا ما تم استدعاؤك من أجله يا سيد صالح، هذه المرة الأولى التي يتنمر فيها نادر على أحد زملائه، وهذا الفعل مرفوض تماما هنا في مدرستنا. أنا لا أعرف ماذا أقول، فهذه مفاجأة بالنسبة لي، فهذا الفعل ليس من طباع نادر. لقد استدعيناك اليوم يا سيد صالح ليس فقط لكي نعلمك بما فعله نادر، بل لنعلمك أيضا بأن البيت أو أنتم كأسرة لكم نفس المسؤولية التي نحملها نحن تجاه تلاميذنا، فالبيت يا سيد صالح هو المدرسة الأولى لبناء النشأ. أعلم ذلك تماما يا سيدتي، وهذا بالفعل ما نقوم به أنا وأمه في البيت، فلنسمع منه ونرى ما الذي جعله يفعل هذا الذنب. فلتأتي إلى هنا يا نادر، أخبرنا لماذا فعلت ذلك؟ لماذا تنمرت على زميلك رامي أمام كل زملائك؟ لا أعرف، ربما هو الغضب الذي جعلني أسخر منه، ولكني حينما رأيت رامي يبكي وعرفت أنني أخطأت خطأ كبيرا، لم أتوقع أن تؤثر كلماتي فيه إلى هذا الحد. ليس الغضب وحده يا ولدي، بل هو عدم شكر النعمة، فلو كنت تدرك كيف من الله عليك بنعمة القوة التي حرمها غيرك لما كانت هذه الكلمات تخرج منك، فإياك والتفاخر والتكبر على الغير بنعمة ما، وإلا أزالها الله منك وأبدلك حالا غير الحال كما حدث لصاحب الجنتين. ومن صاحب الجنتين هذا؟ سأخبرك وسأقص قصته عليك، ولكن استمع بقلبك قبل أذنيك، فالقلب يا صغيري هو منبع الإدراك والوعي. يحكى أن في بني إسرائيل كان هناك أخوان لرجل صالح، كان أحدهما يدعى يهوذا، وهو رجل صالح كثير الصدقات، أما الآخر كان يدعى بارطوس. كان بارطوس غنيا ميسورا في كافة أموره، وكان له حديقتان عظيمتان. وفي يوم اشتد ضيق الحال على يهوذا بعد أن جف محصوله وقل رزقه، وبعد طول تفكير قرر يهوذا أن يذهب لأخيه ليقترض منه بعض المال، فلبس عباءته وتوجه إلى حديقة أخيه. ما أجمل حديقتك،
لم أرى جمالا بهذا الشكل من قبل. لا تعرف يا يوشع كم تعبت أنا لأجعلها على هذا النحو، فلم يكن الأمر سهلا بالمرة. الكل يتحدث عن جمال الحديقتين ويحسدونك عليهما يا صديقي. هذا هو حال الناس دائما، ينظرون لما في يد غيرهم. لماذا لا ينشغل هؤلاء الحمقى بما في أيديهم هم؟ هل يعتقدون بأن السماء تمطر ذهبا؟ إنه مجهودي، حصيلة خبرتي. أعلم يا صديقي، إلا أنها طبيعة الحاسدين من الناس لا تكترث لهم، فالحقد كالنار تأكل بعضها بعضا. صدقت يا يوشع، صدقت. أليس هذا يهوذا؟ ما الذي أتى به؟ من المؤكد أنه أتى ليقترض مالا، فقد سمعت بأنه في ضائقة مالية. يقترض مالا؟ هذا أمر سخيف. هل ستقرضه مالا؟ ماذا تقول يا يوشع؟ بالطبع لا، فلئن أقرضته فلن يتوقف عن طلب المال فيما بعد، وسأجده مع كل ضائقة يقف أمام حديقتي يطلب المال. كيف حالك يا بارتوس؟ كيف حالك أنت يا يهوذا؟ بخير والحمد لله. سمعت أنك تمر ببعض الأزمات. الحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ، إنها حكمة الله. نعم نعم نعم، هكذا هي الدنيا، فما تمر به نمر به جميعا، أنا ويوشع وباقي الأصدقاء. ولكن ما شاء الله، أنا أرى حديقتك مزدهرة يا باراتوس، حتى إن أهل القرى يتحدثون عن جمالها. الناس لا تتوقف عن الحديث يا يهوذا، ولكن أخبرني، ما الذي أتى بك في مثل هذه الساعة المبكرة من النهار؟ في الواقع يا باراتوس، لقد أتيت لكي أقترض منك مبلغا من المال، فلقد أراد الله أن لا تجني حديقتي أي محصول لهذا العام، وأنت تعلم أن علي نفقات يجب أن أوفيها. تقترض مني أنا؟ كيف؟ وهل سمعت بأنني أقرضت أحدا من قبل؟ هذا أمر لا أفعله أبدا. كيف؟ أولا تخرج زكاة الزروع؟ زكاة الزروع؟ يا لها من أفكار بالية. أي زكاة زروع تلك التي تتحدث عنها؟ أما زلت تؤمن بهذه الأفكار الساذجة؟ ماذا تقول؟ حق الله على عباده تسميه أفكارا ساذجة؟ أي حال أصبحت عليه أنت؟ أصبحت فاهما لأحوال الدنيا بصورة أوضح. فانظر لنفسك، إلى أين أوردتك أفكارك البالية؟ أوردتك أن تأتي إلى هنا لتقف أمامي طالبا لبعض الأموال، وكأنك سائل أو عابر سبيل. تجبر باراتوس مع أخيه في الحديث بعد أن شعر بأن ماله قد أغناه عن كل شيء، وكأنه قد استغنى عمن في السماء والأرض. سخر منه وكأنه يعايره بابتلاء الله له، دون أن يعي أننا ما خلقنا في هذه الدنيا سوى لنبتلى، فيميز الله الخبيث من الطيب. خرج يهوذا وهو يشكو لله ضعفه وحاجته، بينما راح باراتوس يتشفى فيه وكأنه يعلن انتصاره ويعيره بما لديه، يتباهى بعطاء الله دون أن يدرك بأن نعمة الله على العبد هي اختبار لا أكثر، ليشهده الله على نفسه أيشكر نعمة الله أم يكفر بها، ثم يلزمه حجته يوم القيامة
ويكون فعله شاهدا عليه، فلهذا خلق الابتلاء. ولكن صاحب الجنتين لم يؤمن بذلك، ولم يكن يعلم أيضا بأن عقاب الله سيأتيه في أسرع وقت. كيف صارت الأمور يا يهوذا؟ هل أقرضك باراتوس المال الذي طلبته؟ لم يفعل يا سارة، لقد خذلني وعايرني بابتلاء الله لي. شعرت بالندم لأنني ذهبت إليه. كنت أعرف ذلك، فمثله لا يمكن أن يأتي الخير من قبله. لا عليك يا زوجي، فوالله لا يفرج الله كربتك من حيث لا تعلم وبأسرع مما تتوقع. أليس هذا هو يقيننا بالله؟ هون عليك. أما أنا فسأعد لك الغداء، فأنت لم تأكل منذ الأمس. لا لا، لم تعد لدي الشهية. أنا في ابتلاء عظيم، لقد ضاقت علي الدنيا، ولا ملجأ لي يا ربي سواك. يا رب أسألك أنت وحدك، فليس لنا سواك. اللهم فرج عن زوجي كربته واقض دينه، فأنت تعلم بحسن خلقه وطيب أفعاله، ولقد توجه بالسؤال لغيرك فعاد مخذولا، فلا ترد سؤاله يا كريم. يا صاحب الفضل على العالمين، يا من تجيب المضطر إذا دعاه، نج زوجي من هذا البلاء، إنك يا رب على كل شيء قدير. كيف حالك يا يهوذا؟ من؟ يوسف؟ كيف حالك يا رجل؟ بخير والحمد لله. أهلا بك يا يوسف، تفضل. اعذرني، فلا وقت لدي، فأنا هنا كي أرد لك دينك الذي أقرضتني إياه منذ عامين. كم أنت حليم بعبادك يا رب. عذرا يا أخي، أعلم أني قد تأخرت عليك، ولكن رحلتي إلى بلاد فارس قد طالت. لا عليك يا يوسف، لقد كنت على يقين بأن أموالي في يد أمينة. لقد كانت أموالك مباركة، فلقد ربحت معي وأتاني منها الخير الوفير. بارك الله لك فيما أتاك يا يوسف. تفضل، هذا دينك. أما هذه العربة المحملة بالبضائع فهي هدية مني إليك. ما هذا؟ الحمد لله، كل هذا الخير لي. كم أنت لطيف بعبادك يا الله، لك الحمد، لك الحمد والشكر. سأنصرف الآن وأراك على خير. في أمان الله يا يوسف، في أمان الله. سارة، يا سارة، تعالي تعالي يا زوجتي، فلقد فرج الله علينا كربنا. ما شاء الله، ما هذا؟ من أين لنا بكل هذا الخير؟ من عند الله يا زوجتي العزيزة، هو من عند الله، فاللهم لك الحمد يا رحيم يا رؤوف بعبادك. لقد أبر الله قسمك يا زوجتي الحبيبة وتقبل دعاءنا. ألم أقل لك يا يهوذا، ألم أقل لك هكذا يفرج الله على عباده الشاكرين؟ فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وفي اليوم التالي ذهب باراتوس كعادته لحديقته ليتفقدها، ولكنه لم يكن يعلم بأن ما رآه بالأمس لم يكن ليراه بعد ذلك أبدا. جفت الأشجار
وسقطت الثمار وتيبست الأرض، وكأن صاعقة من السماء قد سقطت عليها. يا لها من مصيبة يا باراتوس، ما الذي حدث؟ ماذا أرى؟ أنا لم أرى شيئا كهذا من قبل. يا للمصيبة، يا للمصيبة، هل ما تراه عيناي حقيقة واقعة؟ الأشجار جفت، والأرض يبست، والثمار ذبلت، لم يعد شيء كسابق عهده. لا أكاد أصدق عيناي، أين راحت جنة التي كانت بالأمس؟ كيف تبدل الحال هكذا؟ من أين جاء كل هذا السخط؟ نعم، إنه السخط من الله، هو كذلك حقا. الغوث يا رب، الغوث، إنه لبلاء عظيم. يبدو أنني تماديت في ذنبي، فكان عقاب الله أن حلت بي هذه اللعنة. هذه الأرض باتت ملعونة، هي بالفعل كذلك، يجب أن لا أبقى فيها حتى لا تحل اللعنة علي أنا أيضا. يوشع، هل ستتركني؟ وما عساي أن أفعل لك؟ ولكنك كنت رفيقي لسنوات. لكن الله أراد أن نفترق هاهنا يا رفيقي. أنا أخشى عقاب الرب، أخشى عقاب الرب. لقد حل علي غضب الله، إنها لعنته، لقد حاسبني على سوء فعلتي بسوء الجزاء. هكذا كانت عاقبة من لم يشكر نعمة الله عليه يا صغيري. فلقد أراد الله أن يخبرنا بقصص السابقين لكي نتعلم منها الدروس والعبر، وألا نقع فيما وقع فيه أسلافنا الأولين. أحسنت يا إمام، أحسنت، فما أجملها من قصة، وما أفيدها من عبرة. حقا إنها لعبرة يا جدي، لقد تعلمت ألا أتباهى بما لدي، وألا أحقر من قدر من هو أمامي. إذن أفهمت المقصد والمبتغى يا صغيري؟ فهمت يا جدي، ولن أتنمر على أحد بعد اليوم أبدا. إذن يجب عليك الآن أن تعتذر لزميلك عما بدر منك. سأفعل يا أبي، سأفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً.